مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، حيث افادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بان رياحا عاصفية قوية مع تناثر الغبار مرتقبة غدا الجمعة بعدد من اقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن رياحا عاصفية قوية مع تناثر الغبار من 70 إلى 95 كيلومتر في الساعة مرتقبة غدا الجمعة من منتصف الليل إلى الرابعة عصرا، بكل من تطوان والحوسيمة شفشاون وشيشاوة فيقيق قرسيف وتازة، كما ستهم الظاهرة نفسها غدا من منتصف النهار إلى التاسعة مساء كل من عمالات وأقاليم الناظور والحاجب وإفران وبولمان. فغدا إن شاء الله غادي تكون رياح قوية والغبرة، يعني كيف ما سبق لكم وشفتوا واحد الجو كان غريب في المغرب مؤخرا، يعني الغبره والعجاج، الطوموبيلات طاحوا عليهم النخل، طاح عليهم الشجر، البلايك تحيدوا بلايصهم. المديريه العامه للارصاد الجويه كتقول لكم بان كاين واحد نشره انذاريه من مستوى يقظة برتقالي، ما بقى والو الاحمر، غادي تكون رياح عاصفية قوية مع تناثر الغبار من 70 ل 95 كيلومتر في الساعة. نعاود نقربكم من شنو قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا عاصفية قوية مع تناثر غبار مرتقبة غدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن رياحا عاصفية قوية مع تناثر الغبار من 70 ل 95 كيلومتر في الساعة مرتقبة غدا الجمعة من منتصف الليل إلى الرابعة عصرا، بكل من تطوان الحوسيمة شفشاون شيشاوة فيقيق قرسيف وتازة، كما ستهم الظاهرة نفسها غدا من منتصف النهار إلى التاسعة مساء كلا من عملات وأقاليم النظور الحاجب إفران وبولمان. فردوا بالكم غدا إن شاء الله، لان غادي تكون رياح قويه وغادي تكون معها الغبره يعني العجاجه تراب وداكشي. ردوا بالكم الاخوان غدا ان شاء الله من منتصف الليل، يعني في هذا الليل هذا ديال ليله الجمعه حتى العصر ديال الغد، ليه يعني العصر ديال الغدا عاد باش غادي يتوقف هادشي في تطوان حسيمة شفشاون شيشاوة فيقيق قرسيف وتازة. وغدا ان شاء الله من 12 ديال النهار، من 12 ديال النهار لتسعود ديال الليل غادي تكون رياح قوية والغبرة والعجاج في الناظور حاجب إفران وبولمان. هذه نشرة إنذارية، نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. ردوا بالكم الاخوان غدا اللي غادي ينشر شي نشير في السطح، غدا اللي غادي يسافر، اللي غادي يشد الطريق، ردوا بالكم الله يرحم لكم الوالدين، ردوا بالكم الله يرحم الوالدين، لان داكشي اللي شفنا فاش
فاش كان العجاج مؤخرا يعني كارثة والروينة بزاف وقعات في المغرب، يعني العجاج مبقى كيبان حتى شي واحد قدامك، الدنيا ولات كلها حمراء، شحال ديال الكسيد وقعوا، شحال ديال الشجر طاح، شحال ديال البلايك طاحوا، شحال ديال البوطوات تحركوا من بلايصهم. فردوا بالكم عافاكم، الله يرحم والدين، ويا ربي تلطف بينا، ويا ربي تعطينا الشتا، لان في هذه الوقيته هذه ضروري خاص الشتا، ويا ربي ترحمنا. رياح عاصفية قوية مع تناثر الغبار، ردوا بالكم عافاكم. وعليكم السلام اختي وداد، الله يرحمنا اللهم امين. الناس اللي غيشدوا الطريق غدا، اللي غيسافروا، اللي غيمشيو شي بلاصه، ردوا بالكم عافاكم في الطريق، ردوا بالكم عافاكم في الطريق، الله يرحم الوالدين. خويا عثمان الله يرحمنا اللهم امين، الله يدير شي تاويل للخير، الله يعطينا الشتا. و غدا ان شاء الله راه كاينه واحد الرياح قويه، هذه نشره انذاريه، من عند المديريه العامه للارصاد الجويه، كتحضركم، كتقول لكم بان غدا ان شاء الله ها شنو كاين، شنو كاين، ردوا بالكم في الطريق. نجوى الله يرحمنا اللهم امين، الله يدير شي تاويل ديال الخير. و كنظن على ان الرساله وصلت، ميساج وصلكم، بارطاجيو مع عائلتكم صحابكم، باش اللي شاد غدا ان شاء الله شي طريق يرد باله. حتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.